الأسف يا إخواني أنه سمعنا والله أعلم أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية أن الخمر يشرب علنا. صحيح هذا؟ متواتر. صحيح؟ متواتر. أي نعم، يعني يقولون يباع بالسوق ويجعل في الثلاجات. أنا يا شيخ رأيت هذا بعيني. إيه؟ في بلاد الشام. إيه؟ هكذا يباع. طيب، في كل مكان. هؤلاء الذين يفعلون ذلك هل يقال إنهم مستحلون له أو غير مستحلين؟ ها؟ مستحلين له لا شك. كيف يرخص له هذا الترخيص العام وفي الأسواق ويعطى رخصة إلا وأنه يرى أنه حلال؟ لو رأى أنه حرام ما فعل هذا. وقد ذكر العلماء أنه إذا استحل الخمر فهو كافر، من استحل الخمر فهو كافر، إلا أن يكون حديث عهد في الإسلام لم ينشأ في بلاد الإسلام فهذا يعلم. لكن من نشأ في بلاد الإسلام يقرأ القرآن ويقرأ السنة ويسمعها من الناس ثم يقول الخمر حلال فهذا لا شك أنه كفر. وجاء ذلك مصداقا لقول الرسول: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحراء، يعني الزنا، والحرير، والخمر، والمعاصي. اللهم من أعان عبادك المظلومين والمستضعفين في الأرض فأعن، ومن نصرهم فانصره، ومن مد لهم يدا بالإحسان فامدد له يدك بالإحسان، ومن خذلهم فاخذله، ومن مكر بهم فامكر به، ومن مد إليهم يدا بالإساءة والعدوان فاقطع يديه واعم عينيه واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. الحكم في من رضي بأن يتحاكم إلى غير شرع الله، سواء كان في قضية معينة محددة أو الرضا عموما بحكم غير ما أنزل الله. هذا إذا رضي معناه أجاز هذا الشيء، هذا يدخل في الإجازة. إذا أجاز هذا الشيء ورضي به فإنه يكفر لأنه رضي بالكفر. الثاني الحاكم الجائع المغير لأحكام الله تعالى، والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الثاني من يغير شرع الله ويأتي له ببديل من الأنظمة والعادات تقاليد وسلوم العرب ويجعلها تحكم في مشاكل الناس خلافاتهم، هذا حكم الطاغوت. نحن نتحاكم إلى شرع الله المنزل، لا نتحاكم إلى أنظمة، إلى قوانين، إلى سلوم العرب وعاداتهم. نتحاكم إلى شرع الله المطهر العادل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا نستبدل الشرع بالقوانين والأنظمة والعادات والتقاليد، هذا عبادة لله عز وجل، وهو نفع لنا، مصلحة لنا. نعم. الطاغوت هو ما عبد من دون الله وهو راض بذلك أو يدعو إلى ذلك. وليس بالضرورة ما يسمى الطاغوت أن يكون كافرا، فالصنم والوثن والحجر والشجر هذه أمور جمادات غير مكلفة، هي طواغيت تعبد من دون الله، لكن هل يقال عنها أنها كافرة؟ هي ما يصدق عليها أنها كافرة ولا مؤمنة، هي جمادات. لكن إذا كان إنسانا مكلفا أو شيطان جنيا
وعبد من دون الله، إن كان راضيا بذلك فهو طاغوت، وإن لم يكن راضيا بذلك فهو ليس بطاغوت. وإن كانت عبادته عبادة المشركين له من دون الله هي عبادة طاغوتية، لكن هو ليس بطاغوت لأنه لم يرضى بذلك. هل يكون الطاغوت من المسلمين كمن لم يحكم بما أنزل الله؟ الذي يحكم بغير ما أنزل الله ليس مسلما، إذا تعمد هذا وألغى الشريعة وجاء بدلها بالقانون هذا ليس بمسلم. نعم. When the Adhan is called in the kingdom of Saudi Arabia, in any city, town or village, every shop and business has to close at the time of Adhan. Up until the prayer is prayed, and then they can return back to their businesses. Someone said to Sheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى, this a Q&A that I heard only the other day, about 2 days ago. They said to him, oh Sheikh, there are people who are saying that the businesses should not be closed for the Adhan. He said that this has been now said. He said, ya akhi, don't listen to the kuffar. Look, because he thinks The only a kafir would say this. He said, ya akhi, don't listen to the kuffar. Because we Muslims, we pray. So the business is up to, how can you leave your business open, the shop is running, and you're praying at the same time? What are you doing? لكن أتى رجل في التسعينات وأرانا نموذج وجعلنا نقتنع كلنا في الشرق الأوسط ونستطيع أن نقدم أكثر. الشيخ محمد بن راشد. تركت عباد أوثان وأهل الدين قد رمت، تضللهم بلا ورع تلت لحومهم لتا، ألم تقرأ لأسلاف لتنهل منهم؟ قدم نموذج في دبي وجعل الجميع في الشرق الأوسط يقتنع أننا نستطيع أن نقدم ليس كدبي فقط بل أكثر من ذلك كثير. رفع السقف، نريد أن نرفع السقف أيضا في المملكة العربية السعودية، ونريد أن الجميع يتنافس على رفع السقف. أرضى بشيطنتي إذا ما أنت شيطنت. دار الكفر هي التي يحكم فيها بغير ما أنزل الله، هكذا قرر أهل العلم. أما البلاد التي لا تحكم بالشريعة، شريعة الله، تعتبر دار كفر. وكذلك البلاد التي تظهر فيها أعلام الشرك، أعلام الشرك تظهر فيها الأصنام والأوثان ولا تغير ولا تنكر، أي تعتبر بلاد كفر. نعم. الرابع حال الدولة التي تحكم بغير الشرع، تحكم بالقانون. الدول التي تحكم بالقانون أيضا بحسب كلام الشيخ محمد بن إبراهيم وتفصيل الكلام في هذه المسألة في فتاويه، قال أو مقتضى كلامه وحاصله أن الكفر بالقانون فرض، وأن تحكيم القانون في الدول إن كان خفيا نادرا فالأرض أرض إسلام، يعني الدولة دولة إسلام، فيكون له حكم أمثاله من الشركيات التي تكون في الأرض. قال وإن كان ظاهرا فاشيا فالدار دار كفر، يعني الدولة دولة كفر، فيصبح الحكم على الدولة راجع إلى هذا التفصيل. إن كان تحكيم القانون قليلا وخفيا فهذا لها حكم أمثالها من الدول الظالمة أو التي لها ذنوب وعصيان وظهور أو وجود بعض الشركيات في دولتها. وإن كان ظاهرا فاشيا، الظهور يضاده الخفاء، والفشو يضاده القلة،
قال فالدار دار كفر، وهذا التفصيل هو الصحيح، لأننا نعلم أنه في دول الإسلام صار هناك تشريعات غير موافقة لشرع الله جل وعلا، والعلماء في الأزمنة الأولى ما حكموا على الدار بأنها دار كفر وعلى ولا على تلك الدول بأنها دول كفرية، ذلك لأن الشرك له أثر على الدار. إذا قلنا الدار يعني الدولة، فمتى كان ظاهرا فاشيا فالدولة دولة كفر، ومتى كان قليلا خفيا فالدولة، أو كان قليلا ظاهرا وينكر فالأرض أرض إسلام والدار دار إسلام، وبالتالي الدولة دولة إسلام. فهذا التفصيل يتضح به هذا المقام، وبه تجمع بين كلام العلماء، ولا تجد مضادة بين قول عالم وعالم، ولا تشتبه المسألة إن شاء الله تعالى. This is only the beginning of the cinema in Saudi Arabia, because when they just announced it last week, now they're bringing John Travolta. Can you imagine what's going to happen in the next few months? So that's going to be huge. Just wait for it. Saudi is coming. The origin of Halloween is deeply rooted in satanic rituals such as dressing satanic type costumes like witches, devils and other evil characters, and sweet sacrifice for the devil. It is indeed the direct worship of Shaitan, because in this ritual people are not giving sacrifice to an idol or something, but it's a sacrifice for Shaitan himself. And today we see Saudi authorities allowing this ritual to take place in the land that the companions of our Prophet ﷺ fought and died sacrificing their blood to bring Tawheed and to clean it from any type of idol worshipping. It is indeed the biggest step for Iblis and his army to attack our youngsters and fill their hearts with fitna to a degree that they unconsciously worship Shaitan only some steps away from the haram. قال وله عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى.